بجولة على المواعيد الثقافية والفنية أمسية الهدف منها إنسانة بيحيى الفنان عمر كمال الملقب بسناترا العرب بغني خلالها أغاني أجنبية وعربية وأيضا للسيدة فيروز عبد الوهاب وغيرهم بقصر المؤتمرات بدبي. ريع الحفل بيعود لجمعية تعاون اللبنانية وموعد هالأمسية ب 28 أيلول الساعة 8:30 المساء. هل أرى سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أرى في علا تبلغ السماك تبلغ السماك عم نودع النشاطات الفنية لتعود الحركة السينمائية وتنشط بلبنان. بكرة الساعة 11:30 صباحا مؤتمر صحافة بيعقده مهرجان بيروت السينمائي الدولي للإعلان عن برنامج الدورة 17 من المهرجان يلي بتتضمن أفلام تتناول أبرز قضايا المنطقة والعالم بأوتيل لوغري بوسط بيروت. Began Google as a research project. Has crashed into the World Trade Center. We don't. And the Oscar goes to Halle Berry. Has he apologized? And I. Inferno that killed the career. Lebanon's prime minister. بدعوة من جمعية أساس للثقافة والفنون ودار النمر وبالتعاون مع مسرح المدينة رح يشهد هالمسرح على أسبوع فلسطيني ببيروت بحضور الممثل والمخرج الفلسطيني محمد بكري. هالحدث رح يتم خلاله عرض لأفلام ومسرحيات بالإضافة إلى أمسية بتستعيد الراحل محمود درويش من خلال مختارات من قصائده بمشاركة الفنانة نضال الأشقر ب 29 أيلول بدار النمر. وهالأسبوع الفلسطيني بيبدأ ب 23 أيلول وبيستمر ل 29 شهر بعروض متنقلة بين دار النمر ومسرح المدينة. بحر لي هذا الهواء الرطب لي هذا الرصيف وما عليه من خطايا وسائل المنوي لي ومحطة الباص القديمة لي ولي شبحي وصاحبه وآنية النحاس وآية الكرسي والمفتاح لي والباب والحراس والأجراس لي. إلى المهرجانات يلي بعدها مستمرة بلبنان ومهرجانات بكاسين تحتفل سنويا بعيد مرتا إلى شفيعة البلدة يلي بيصادف ب 24 أيلول. وبهالإطار يوم الجمعة 22 شهر موعد روحي مع جوقة القديسة رفقة بقيادة الأخت مرانا سعد بساحة البلدة. من الجنوب إلى الشمال لجنة مكتبة بلدية البترون والمصور ألفريد منصور بيدعو إلى زيارة معرض وجوه بترونية رح يضم 8000 صورة للمصور أميل بولس محفوظة من مركز فينيكس للدراسات اللبنانية بجامعة الروح القدس الكاثوليك على مدى يومين الجمعة والسبت 22 و 23 أيلول ابتداء من الساعة 6 لغاية الساعة 11 المساء بساحة بيت المخترب اللبناني بالبترون. بوجوه الزينة والزينة باعت حالة وين انتو يا هالناس طلوا اشتروا مني وين الفرح والحراس. من المواعيد الدورية يلي بيقدمها مسرح مترو المدينة محطة طربية مع الفنان عبد الكريم الشعار بغني عودت عيني على رؤياك الكلمات لأحمد رامي والألحان لرياض السنباطي. موعد هالأمسية ب 30 شهر الساعة 10 المساء.
غير كل حياتي معرفش ازاي حبيتك معرفش ازاي برنامج فن منوع بنظمه البلونوت كافيه بالحمرة على مدى الأسبوع يوم الأربعاء 20 الشهر كل محبي القدود الحلبية رح يكونوا على موعد مع أنس فخري الساعة 10 المساء. يا حلو تعال يا مال الشام يا الله يا مال طال المقال يا حلو تعال يا مال الشام أحلى زمان قضيته معاك ودعتيني وعدتيني. بتودع بلدة البترون شهر أيلول مع نهار بيبدأ مع محطات فنية مع الباراد وبينتهي مع السانسيت يوم السبت 30 أيلول ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. ولا أول مرة بلبنان فينيكس كارنفال 2017 أكثر من 200 رائس ورائسة مع أكبر مجسم ناري لطير الفينيق السبت 30 أيلول الساعة 5 بعد الظهر. بتنظم بلدية أهمج وبالتعاون مع جمعية إنماء أهمج معرض للمونة بيتضمن منتوجات بلدية أكلات من البلدة وبينتهي النشاط مع عشاء قروة لعب ورق وطاولة وغيرها. المحطات كلها رح بتكون حاضرة يوم الجمعة المقبل من الجمعة للأحد ل 24 شهر ابتداء من الساعة 10 صباحا. ما بعرف إذا رح نقدر نشوف شيء. أوكي طيب هيدا إذا كانت جولة سريعة على أبرز وأقرب المحطات. جوال نرجع لعندك لحتى نشوف حركة السير لليوم. مشغل جوزيف غاوي من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير معنا على الخط ومعه أكيد بنعرف أكثر عن أحوال الطرقات. مرحبا. صباح الخير. تفضل. نبلش من المدخل الجنوبي مثل ما بين قدامنا عنا حركة سير كثيفة عن المدينة الرياضية. نعم. باتجاه الكولا من الكولا كمان عم نكمل حركة سير كثيفة باتجاه الوسط التجاري. أكيد عنا اليوم في بسبب انعقاد جلسة الساعة 11 لمجلس النواب في عنا تدابير سير بشارع المصارف. أوكي. أوكي في عنا كمان حركة سير ناشطة على الإشارات الأشرفية من الحكمة باتجاه برج الغزال. برج الغزال عم تكون اليوم حركة سير كثيفة على الإشارة. باتجاه برج المر. برج المر كمان عم تكون حركة سير كثيفة باتجاه شارع الحمراء. شارع الحمراء عم تكون حركة ناشطة ما عنا أي ضغط سير. نعم. بالنسبة لأوتوسترات شهر حلو باتجاه الصيف عم تكون الحركة ناشطة. من الصيف باتجاه الوسط التجاري كمان عندنا حركة سير ناشطة اليوم. بالنسبة لخط البحر من ليبيان للبورش حركة سير كمان ناشطة باتجاه عين المريسة. عين المريسة بسبب بلشوا المدارس والجامعات عم تكون حركة شوية كثيفة على خط البحر. كمان على الروشة عم تكون حركة سير كثيفة. نعم. بالنسبة لمدخل الشرقي حركة سير ناشطة من السيد باتجاه اقتصاد الرئيس إميل لحود. وصلنا للكارانتينا عم يرجع يكون بلش حركة سير كثيفة تقريبا من آخر الأوتوستراد باتجاه الكارانتينا. عنا على جسر العدلية حركة سير مقبولة باتجاه الأشرفية. أما من العدلية باتجاه المتحف عنا اليوم حركة سير ناشطة. عرنفون عديلة مصرية العديلة عنا حركة سير كثيفة. باتجاه البربير عم تكون حركة ناشطة. أما من البربير باتجاه العدلية حركة سير كثيفة. عنا كورنيش المزرعة حركة سير كثيفة. عنا المدخل الشمالي حركة سير كثيفة اليوم من دبي باتجاه أنت الياس. أنت الياس عم تكمل كمان حركة سير كثيفة باتجاه نهر الموت. أما الخط البحري كمان طريق البحرية عم تكون حركة كثيفة جدا اليوم. نعم. نهر الموت كمان عم تكون حركة كثيفة باتجاه الدورة الناشطة باتجاه الدورة كثيفة على محول نهر الموت. هذا بالنسبة لحركة السير. الحوادث تسجلت عنا بال24 ساعة الماضية.
سجل عنا 19 حادث، للأسف عنا 5 قتلى و 23 جريحة. وأصلا عدد الحوادث كثير عالي. أكيد يعني هم نطلب أكيد من السائقين الالتزام بسرعة محددة على الطرقات، وضع حزام الأمان والتزام بالإشارات الضوئية أكيد لسلامتهم وسلام غيرهم، حتى ما نشوف هالقد حوادث. بالنسبة لمحاضر السلع الزايدة اللي صدرت عن قوى أمن الداخلية كمان بال 24 ساعة الماضية سجل 961 محضر. أكيد للاستفسار أكثر عن حالة الطلقات اتصال على 1720 أو متابعتنا عبر السوشيال ميديا لتويتر @TMC Lebanon والفيسبوك هو غرفة التحكم المروري. نعم شكرا لك جوزيف غاوي، يعطيك ألف عافية. أكيد بنحكيكم بكرة إذا عملنا جولة على أحوال الطرقات. هلأ رح ناخد بريك جديد نرجع من بعده لأخبار الصباح، خليكم معنا.